الناس ما الناس الرجويين الأحرار إذا ما تحركوش دابا لا الرجا مشى. أكيد أكيد. الهضرة اللي دابا تقريبا أكثر من سنة بالناس أساسا نهضروا فيها وستهضر فيها، كاينين الناس يعيبوا علينا وتعيبوا عليك وكذا، ولكن دابا ما بقاش وقت الضحك. دابا دابا راه الناس إذا ما فهمناش الجماهير ما فهمناش خطورة الوضع راه غادي راه أكثر من ديجا ما بقيناش قادرين نهضروا. دابا ولاو تيخرجوا الناس للولايات يشمتوا فينا، ولاو تيخرجوا الناس كل ديجا بغات تخرج تيشمتوا فينا، بحال حنا اللي ولينا حنا اللي غالطين حنا الخايبين، وحنا حنا هما الضحايا، حنا هما الضحايا، حنا الفريق الضحية منذ سنين. دابا غادي يرجعوا الأمة كاملة بأن حنا بكايا، حنا هادي الناس صراحة الجماهير خصها تتحد وخصها توقف وقفة وحدة. أنا بالنسبة لي هذاك الشعار ديال الباسطة اللي كان قديم باش كانوا حيدوا جابوا طريقة وهادشي، دابا هو هادي باسطة ديال بصح، هادي دابا فين خاصها أنا باسطة وكابة. دابا دابا اللي خاصها وخاص كيما قلتي واحد المؤقتة، البطولة ضاعت، البطولة ضاعت ولا ما ضاعت هما باغيين يعطيوها. راه هو راه باينة التشكيلة اللي دخل بها اليوم والطريقة باش لعبوا واللعابة كيفاش كانوا وكيفاش سكتوا على هاد البرنامج، برمجة مع الربعة الفريق الوحيد اللي لعب مع الربعة، والحركة اللي دار متولي عباد الله جوج دقائق، بقى جوج دقائق فاش توقف الماتش فاش تضرب لاربيت من وراها دار دقيقه وصفر وسميتو تيقول لي يعني شو شي واحد القضيه شي هذاك متولي يعني كل قا الرجال في الناجه، كل قا الرجال وكنتحمل مسؤوليتي. هذا من داكشي اللي داروا ماشي هو واحد مجموعه ديال اللاعبين في 2014 في اسفي ما يبقاوش يحطوا رجليهم في الناجه هذوك نورمالمون. سي يوسف انا باقي عاقل مزيان، واحد اللايف ديالك دخلت كنت هضرت على متولي وفاش قلت علاش هو سميتو لي كوفرون لي كورنيل كاع تي ضربات ثابته كاملين تينفذهم هو وكاع الاماكن لا بلا بوش لا في السونتر لا في الدواس، وهضرت وقلت لك ما خصوش هو خصها تحيد، كاينين بلايص اللي خصو ينفذ منهم وبلايص ما خصوش ينفذ، ومتولي راه غير نقابه وكذا. وفهمتك انت ما بغيتينيش نكمل في هذا الموضوع لان هذيك الساعه ما بغيناش نشوفوا هذاك الشيء اللي بغيناش حنا ولكن راه كان واضح هذاك السيد، هذاك سوسه من السوسات الكبار راه عاود حتى السوسه كاين في الرجاء. ولكن واحد الحاجه انا ماشي فقط نقص من المسؤوليه ديالو، هو لقى السيبه، هو سيب، هو بعيلي وكذا دار الحوايج زوينين، ولكن اون ميم طون دابا تيهرس في الفرقه يعني غادي حي غيخسر هذوك الحوايج الزوينين اللي دار كاملين. ولكن شنو فين المشكل؟ لقى السيبه سي يوسف، لقى السيبه عند المسيرين والسيبه عند المدرب، هذاك الشيء علاش جاب هذاك داير مرادو لقيت شابي وقمعو راه كان جمع راسو واحد شويه وخبقى تيلعب من تحت الطبله ولكن جمع راسو واحد شويه. لا هو هو اللي دار حمله على الشابي تمشى. هو ماشي بوحدو، بتعاون مع بعض اعضاء المكتب وبتعاون مع بعض الجماهير بلا ما نصنفها، كلهم خرجوا وداروا حمله على الشاب باش يمشي وما عندنا ما نديروا به، وسالوا داروا الحمله تمشي. ايوا ودابا تبرعوا دابا في متولي مع راسكم، تبرعوا دابا هو ذيب لكم الفرقه، هو ذيب لكم الفرقه حيت على خاطركم. خاص هاد المسيرين يمشيو وخاص بزاف اللعابه يمشيو وتبدا الفرقه من جديد، واخا يضيع عام الجاي حتى هو يضيع ماشي مشكل، المهم غادي تنقد السنوات الجايه غادي تنقد، اما لا بقاو بهذا الشيء راه غادي طيح حتى للدوزيام سيري طوازيام سيري. هذيك راه حاجه واضحه، راه حاجه باينه. متولي راه زاد فيه بزاف، عنده واحد العصابه ديالو تيدبر عليهم تيبقاو يدافعوا عليه وخا وياه هذاك الشيء راه الناس عاقت به. انا ديجا والله واحد السيد تكتب عليكم تبع تكتب لي كومونتير في اللايك ديالك هذه مده، انا جاوبت قلت له انت حرام عليك فسر عندك شي مشكل مع هذا السيد ولا ما عجبكش الحال الهضره اللي تيقول فينا ربما نستافدوا فسر لينا، ماشي تبقى تسب خرج واحد الكلام وبدا يسب فيا بحال شو باين هاد الناس هادو هادو مخلصين هادو تحبسوا هادوك الله ما كيسوا هادوك الله ما كيسوا حتى زبله عندي شي زبله ما يسواش عندي انا كاع ما كنهتم بهم وما بقيتش كنجاوبهم نهائيا. انا كنهضر مع الرجويين الاحرار اللي كيبغيو الفرقه وكيغيروا على الفرقه وما كندوي معاهم، اما بحال داك الديشي ما كنهضرش معاه انا كاع.
متفق معك السيد، ولكن فين كاين المشكل ديالهم؟ راه هادي الشيء فين كاين المشكل ديالهم؟ دابا بحالك انت تبارك الله فاهم، ما تديرش راسك فيك مع المستقبل، ولكن راه كاينين الاخر ديال الجماهير وكثار شويه راه تيمشيو مع هذوك الموجات ديال هاد الناس. واللي ما بغاش شوف اللي ما بغاش يعيق رغم هذا الشيء اللي واقع في الناجون، ما بغاش يعيق خليه يبقى مقنف، انا ما عنديش مشكل صافي، لانه هو عنده قناعات وما تحيدهاش لي انت، واخا تدخل وتناقش معاه خليه، بغى يتبع هذيك الهضره خاويه خليه يتبعها. المهم انا شوف اذا كان هضري مع 6% ديال الناس واعيين. سيس واحد الحاجه بالزربه، واحد اللقطه مع الماتش ماشي بالدور، الجمهور تيضربوا بالقراعي وقاسوا الاربيتر، مشى ليهم نكوما وهذاك سميتو الاخر هذاك الكاتب الاداري. فوالا هذيك المشيه ما كانتش عليه يديرها، علاش هي هذيك المشيه اللي مشى عند الجمهور؟ هذيك تزيد يأكد تيقول للجامعه تيقول لهم فوالا راه الجمهور ديالنا اللي ضرب فهاد الحكم والجمهور ديالنا اللي دار. عرفتي باش غادي انت غادي ارجع بحالك، فين انت غادي؟ ارجع بحالك اصاحبي، بحال هذا شنو دار دابا؟ راه مشى لعند اللجنه التأديبيه وقال لهم يا سيدي الجمهور الرجاء اللي ضرب الحكم. وراه واحد القضيه راه حادتك راسه بعدا، هو شيلوا عليه، راه شيلوا عليه هو، شيلوا عليه هو بالقراعي. اذا شوهتي راسك وبعدا انت كاتب، انت في مستوى الرجاء باش تكون كاتب اداري، انت درتي 4 ديال الزلات غير ديال الباسبور، غلقتي الفرقه وكنتي تخرج على الفرقه في سميتو في المشاكل ديال الباسبورات، ديرها خدمتك لله، خدمتك الاداريه بحال هذاك. اش باغي كيدير في الرجاء بحال هذاك؟ اش باغي كيدير؟ وبنسولك السي سي يوسف، ما تدور دابا شي هضره بان سميتو بوطريقه باغي يرجع وشي حاجه بحال هكا، شنو هذاك الشيء واش صحيح ولا كذوب ولا؟ الجماهير تشوف هاد الوقيته دائما ملي كتكون بلبله في الرجاء ديما كتخرج هاد الاخبار، هذا باغي يرجع، هذا باغي يدير، هذا باغي يترشح، هذا كيجمع في واحد المكتب، هذا اجتماع، هذا كذا، داك الشيء ما تيق فيه حتى كلمه، ما تيق فيه حتى كلمه، فهمتي؟ لانه بودريقه كون بغى يرجع كله رجع في البدايه ديال العام، راه كان الطريق مسامحه وكون ترشح راه اكيد انه غيصوتوا عليه، ودوك الاصوات اللي جاب كان غيجيبهم من راسو، هادوك 25 ولا 26 اللي قال لك جابوا مع 30 صوت، علاش غيمشي يعطيهم من انيس؟ يعطيهم من راسو ويترشح هو، شحال خصو؟ كاين تقريبا 25، كاين 25 اللي كان. بصراحه سي سمعت هذا السؤال، انا ما بغيتوش يرجع، انا بغيت نحضر الجماهير ونقول لهم وياكم تساندوه باش يرجع، انا ما بغيتوش يرجع، انا تنفضل المسيرين جداد ويبداو من جديد، شي واخا ضيع تاع عام ولا عامين نفسه غير على الكاف ما كاينش مشكل، حتى لو توقف الفرقه من جديد، لان هذاك السيد راه منهم وخطر منهم، وسيرتو خلى هذاك الحزب المشؤوم راه ما غاديش يبغي الخير الرجاء بعد هذاك الحزب خير الرجاء، وهو ولا منهم راه ما يمكنش غادي يبغي خير الرجاء. بالعكس انا طرحت هذا السؤال، ماشي انا بغيت نحط حقاش بزاف الجماهير تيطالبوا فرحانين، انا بالنسبه لي راه خراب اكثر من هذا الخراب ديال هذا المكسب، بغيتي يقدر يجي يجيب ثاني واحد اللعابه يجيب 5 ولا 4 يجيبهم بزاف ديال الفلوس ويزيد يغرق الرجاء كريديات وهو هنا قزم الباطو ثاني. لا واحد القضيه بغيت غير نتناقش معك في هذه النقطه اللي قلتي ديال الحزب اللي كينتمي ليه هو ما بغيش الخير الرجاء، فين سمعتي انت هذه القضيه؟ انا ما انا بغيت غير نفهم حزب الاحرار على شنو علاقته بالرجاء؟ وشوف سي ناسيك، واش نهضر ولا ما نهضرش؟ انا نهضر نتحمل المسؤوليه ديالي انا. لا انا اعطيني غير اعطيني مثلا غير شي مثال شي فعل اللي كان عن طريق الحزب واللي ضل بالرجاء، حيت انا اللي كنعرف اذا كان شي حزب، اذا كان شي حزب اللي هو ضد الرجاء وتيحمي منافسين ديال الرجاء هو الحزب ديال التراكتور. لا ولكن شوف عرفتي علاش قلت الاحرار؟ الاحرار قبل الاخنوش ماشي هو الاحرار من بعد الاخنوش. مثلا الاحرار من بعد الاخنوش راه بحالو بحال التراكتور، راه ما الكرش واحد خرجو. الاحرار قبل الاخنوش اللي كان حزب الاحرار كان وحده. لا علاقه، ما فاش ملي دخل الاخنوش الحزب الاحرار يلاه دخل على البارح ولا حزب الاحرار ولا بحالو بحال التراكتور. واخا لنفرض ولا بحالو بحال التراكتور، واخا بلاتي وبلاتي لنفرض ولا بحالو بحال التراكتور، ياك قول لي الحزب ديال الاحرار اشمن فرقه اللي عندها مع التراكتور ودعموها؟ شوف انا نقول لك علاش بلاتي، ماشي قضيه فرقه دعموها ولا قضيه سياسيه، قضيه سياسيه
دابا الرياضه دابا خيم القضيه السياسيه. انا عارف انه الاحزاب كتكون بيناتهم مصالح مشتركه، هذه عادي ما كنتناقش فيها. انا كاين دويانه على في المجال الرياضي بحال مثلا التراكتور، تنعرفوا بانه كيمول الغريم، هادشي كنعرفوه واقع وكلشي كيعرفو الخاص ولاه متفقين، وتيعاونوه كيدعموا. قول لي الاحرار واش حتى هي كتدعم الغريم؟ الاحرار ماشي تدعم الغريم مباشره الاحرار دابا تدعم الغريم من تحت لتحت باش تمحي الرجاء، باش جماهير ديال الرجاء هذوك دابا شنو تيقولوا؟ تيقولوا جمهور ديال 2013 هو اللي طلع الرجاء، هذاك الجمهور ديال 2013 جمهور ديال الالقاب فاش شافوا لعبات كاس العالم والالقاب وكذا، يعني دابا درنا نفس الطريقه مع الوداد وصلنا على ذاك النيفو، هذاك الجمهور ديال 2013 اللي تبع الرجاء كله اوتوماتيكمون غادي يتبع الوداد، والرجاء غادي تنقصوا لها عدد كبير من الجماهير. يمكن نقضوا عليها شويه، يمكن هذا جواد يمكن هذا يكون، يمكن هذا يكون مخطط ديال الحزب اللي كيدعم الغريم ممكن، ولكن الاحرار ما عرفتش اش المصلحه عندهم. الاحرار شنو المصلحه عندهم؟ انا فهمتك شنو بغيت تقول السي يوسف وفهمت الفكره، ولكن انا الفكره ديالي ماشي هي هذه، الفكره ديالي ماشي المشكل هو في هذا الشيء كامل هو الغريم. الغريم حاجه، هو الفرقه اللي لقاوها دابا هي اللي قويه، كانت الجيش قويه دابا غادي يستخدموا الجيش، هما خصهم عرفت انا عرفت يا جواد، دابا انت ما جاوبتينيش على السؤال ديالي. انا كنقول لك غير مثلا دوي ليا غير الاحرار فاش 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 ضلوا لانجر او لا فاش نفعوا لانجر، ما نفعوا لانجر ما ضلوا لانجر. الاحرار لحد الان بالنسبه لي موقفي الشخصي حتى كان راه بعاد على الرياضه، حيت هناك فرق، هناك فرق. شوف تسند لي، هناك فرق ما بين ما بين ما بين بحال نعطيكم مثلا بالنسبه للتراكتور مع الغريم. التراكتور مع الغريم شفنا بانه هذاك الرئيس ديالهم ترشح تحت يافطه حزب التراكتور ودار حملات انتخابيه ديالو وساعدوه لاعبين قدامى وكذا الى اخره، كنعرفوا هادشي كامل القصه، وباقي لحد الان هو كينتمي لذاك الحزب ومرشح باسمه، راه دابا طلعوه كاع انه لا رئيس مجلس اقليمي وجه التخربيق ديال 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 كازا، ما متهمنيش انا هادشي. المهم انه كيبان لك واحد الحزب كيدعم فعلا هذيك سميتو، كيستغل ديك القاعده الجماهيريه باش كتصوت ليه وكيربح اصوات انتخابيه، هذه وي. ولكن الاحرار لحد الان كيبان ليا ما دخلوش في هذا الاطار ديال انه يستغلوا الرياضه كاصوات انتخابيه لحد الان، لهذا ما يمكنش ليا انا نقول بانه راه كيدعموا الرجاء او كيضلوا الرجاء، لا اظن. هذا هو اللي بغيت تناقش معايا فقط بدون حاجه اخرى. متفق معاك في هذه القضيه، هذه متفق، ولكن انا بالنسبه لي المشكل كبر من الانتخابات كبر من كل شيء. انا غادي نخرج لها نيشان، المشكل ديال الرجاء شنو هو؟ هو جوج حوايج، هو الدفاع على القضيه الفلسطينيه والدفاع عن الشعب المظلوم، هذو هما السبب، ما كاينش سبب اخر. ولكن شكون هما؟ بعض الجماهير، بعض الجماهير. فوالا، واخا كاين، واخا كاين هذاك ديال الوداد باغي يحكم الرجاء، باغي ديال الجامعه باغي يحكم الرجاء، هذوك حقد وكذا وكذا، ولكن هذاك الشيء ديالهم يخدم مره ما يخدمش مره، ما يقدرش يطيح هذا الهرم كامل كامل. دابا واش يقدر يجي شي مستثمر خليجي ولا مستثمر من اوروبي يستثمر في الرجاء؟ وعرفتي اكبر استثمار في العالم في افريقيا في العالم راه هو ديال الرجاء، راه يستثمر واحد الاستثمار اللي مربح وكلشي عارفين، راه ما كاينش رجل اعمال تتخفى عليه هذه المسائل. راه ابسط رجل اعمال غادي يبان هذا الشيء. واخا خويا جواد وانا دابا الخدمه اللي خدامين دابا شنو هي؟ هي كيحاولوا يوما عن يوم يسودون وجه الرجاء، شي كي بحال شديتي واحد الخنشه ديال الحموم، خنشه ديال الفخ داك اللي مطحون منيل حموم وكتخويه على شي واحد من الفوق، كيفاش كيولي وجهه كيولي كله كحل ما كيبقاش يبان ياك؟ هادشي اللي كيديروا دابا في تسيير الرجاء، يسودون وجه الرجاء يوما عن يوم باش كلشي المستثمرين تينفروا من الرجاء، وباش حتى الا بغى شي واحد يفكر انه يشد الفرقه كينفر من الرجاء، راه هادشي اللي خدامين عليه. اذا هادشي علاش انا كنادي انه ضروري كيخص الجماهير اليوم غيور على الفريق، ما كندويش على جميع الجماهير، الجماهير اللي غيور على الفريق راه خصها اليوم قبل من غدا توقف لهاد الناس باش يمشيو بحالهم، راه قد ما زادوا قد ما كيسوسوا في هذيك الفرقه وفي التاريخ ديالها وكيسيئوا لها. واخا شكرا خويا جواد.